تباح الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الزبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الإيه؟ إلى الحلق. يعني في ناس ممكن تأخذ دواء مثلا بتضع تحت الإيه؟ تحت اللسان، الناس اللي بيكون عندها مثلا زبحة صدرية ولا شيء، فيجوز لها استعمال هذا الإيه؟ يجوز لها استعمال هذا الدواء.